أهلا بكم. اشتباكات في مدينة بنغازي وجدابية بين قوات حفتر وثوار المدينتين بعد أن وصلت لقوات حفتر ذخيرة وأسلحة، وكل هذه العمليات تأتي بالتزامن مع تقديم السراج تشكيلة حكومته لمجلس النواب كي يصادق عليها. ليكون سؤالنا الرئيسي في هذه الحلقة: كيف تنظر إلى تطورات الاشتباكات في بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن حكومة جديدة؟ فلنتابع معا هذا التقرير ومن بعده نبدأ الحوار. تصعيد عسكري لقوات حفتر بغية السيطرة على مدينتي بنغازي وجدابية في محاور متفرقة يتزامن مع تأجيل مجلس النواب جلسته التي من المفترض أن يحسم خلالها الأمر بشأن الحكومة المقترحة من البعثة الأممية. مصادر من قوات حفتر قالت إنها أحكمت السيطرة على منطقة الليث دون ما اشتباكات مع مجلس شورى ثوار بنغازي، فيما أكدت مصادر من مجلس شورى ثوار صدهم هجوما لقوات حفتر في ساعات الصباح الأولى بمحور الصابي. وبحسب موقع الهافينتون بوست فإن قوات فرنسية خاصة وصلت إلى بنغازي مؤخرا لمساندة ودعم قوات حفتر، موضحة أن هذه القوات موجودة الآن في مكان مخصص لها داخل قاعدة بنين الجوية. وأضافت الصحيفة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة، ذلك للتنسيق بين القوات الفرنسية وقوات حفتر قيادة العقيد سالم العبدلي. تساؤلات تطرح: لماذا بدأت الهجمات في بنغازي وجدابية في هذا الوقت بالذات؟ وهل كانت هذه العمليات بعد وصول كميات من الأسلحة من بعض الدول؟ وما وجه الترابط بين وصف السراج لعملية الكرامة بالانتفاضة وبين ما يحدث في بنغازي اليوم؟ وهل يحاول مجلس النواب تأجيل منح الثقة للحكومة كي ينجز حفتر ما يتوعد به دائما؟ وما مدى حدة الخلاف في مجلس النواب على بقاء حفتر من عدمه في المشهد القادم؟ وما مدى التنسيق في العملية بين قوات حفتر والقوات الفرنسية الموجودة في قاعدة بنينة بحسب صحيفة الهافينتون بوست؟ الاشتباكات في بنغازي وجدابية هو موضوع هذه الحلقة. للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/رأي عام، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية: 021-362-0302، 021-362-0303، 021-362-0304، 021-362-0305. أهلا بكم من جديد. الاشتباكات في مدينة بنغازي وجدابية هو موضوع حلقة اليوم، ونبدأ باستقبال الاتصالات. ومعنا محمد من الجفرة. أهلا بك محمد. محمد، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك محمد. يعني محمد، سؤالنا الرئيسي في هذه الحلقة هو: كيف تنظر إلى تطور الاشتباكات في مدينتي جدابية وبنغازي في ظل الحديث عن وجود حكومة توافق جديدة؟ يعني هذا تطور خطير اللي يحصل في بنغازي. حفتر بيسيطر على بنغازي اتفاقية قبل الحكومة، حكومة الوفاق بالحكومة جيل الغادي بنغازي. زي ما قال قطراني لما هدد، قال الحكومة ما بتخش بنغازي. طيب، يعني أنت كيف تقيم الوضع محمد؟ وهذه الاشتباكات، يعني يقول قوات حفتر تقول بأنها تهاجم إرهابيين، في حين يعني يروا الكثيرون بأن هؤلاء هم ثوار المدينة. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع محمد من الجفرة. أشكرك محمد، ونأخذ الآن كامل من مدينة ترهونة. مرحبا بك كامل. ألو. أهلا بك كامل. نقول لك انا كذا تو يبوا سكتوا على موضوع الحكم الوثاق
الو كامل كامل، سؤالنا الرئيسي في هذه الحلقة هو كيف تنظر إلى تطور الاشتباكات في بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة؟ والله يقول لك أنا الحكومة هذه ما يبيش تصير منها، يبغى يغطى الموضوع حكومة الوفاق ويبغى يخشوا ليبيا في حرب أهلية وفي أطماع معينة، يبغى يسطوا هذه يشبه فيه الوضع هيك. يعني ماذا نفهم من كلامك؟ يعني هل أنت مع هذا التصعيد العسكري في مدينة بنغازي أم ضده؟ أكيد ضد أي حرب في ليبيا، أي حرب، أي اشتباكات في ليبيا أنا ضد. نعم، شكرا جزيلا لك محمد، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك. معنا مصطفى من مدينة بنغازي وخميس من البريقة، مرحبا بك مصطفى. مرحبتين يا سيد، مرحبتين، اهلا وسهلا بك. اهلا بك مصطفى، باعتبارك في مدينة بنغازي يعني قريب من الاشتباكات الآن، كيف تنظر إلى تطور الاشتباكات في المدينة في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة؟ والله بالنسبة للتطور بالنسبة لمدينة بنغازي، طبعا مدينة بنغازي عانت كثير، عرفت ولا لا، من اغتيالات ومن بعض هذه الميليشيات المتطرفة طبعا، ولكن بنقول لك، نحب نقول لك ان مدينة بنغازي اليوم كلها بالزغاريد وبالفرح لانتصار الجيش طبعا على هؤلاء الخوارج. طبعا هذوما طبعا نحن في نقطة بنحب ننبهوها لاخواتنا في المنطقة الغربية، بنقول لهم ان نحن رانا نعانوا في خوارج ونعانوا في ميليشيات. أنا طيب. أتكلم فيك من قرب بالمستشفى جلاء، فيه اليوم 4 توانسة قاعدين، طيب مش ليبيين أصلا ولا هم من طيب. مصطفى من طبعا مصطفى أنت تتحدث عن وجود تونسيين في بنغازي، يعني طبعا. اليوم صحيفة لافينتون بوست الأمريكية جاءت يعني في مقال تقول بأن هنالك قوات فرنسية خاصة كوماندوز فرنسي وصل إلى بنغازي، والآن هو موجود في قاعدة بنين الجوية وهو يساهم بشكل كبير في هذه الاشتباكات، ماذا تقول في هذا الكلام؟ بالنسبة لنا نحن كمواطنين عاديين، نحن كبشر وكمواطنين وكناس شعبيين من داخل منطقة بنغازي ومدينة بنغازي، نحن ما نعلمش شيء هذا. نحن قاعدين هالوقت الشباب المرابطين في الجبهات كلهم شباب ليبيين ومن الاحياء ومن المناطق، عرفت ولا لا، قاعدين مرابطين، وهذه حرب ضد الدواعش عندنا هنا في بنغازي، ننظروا لهم طيب. الدواعش طيب مصطفى ابقى معي مصطفى، سانتقل الى خميس من مدينه البريقة. اهلا بك خميس، منطقه البريقة. خميس اذا كنت تسمعني. إذن معنا محمد من بنغازي من ذات المدينة، محمد من بنغازي مرحبا بك محمد. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد مصطفى قال بأن مصطفى قبلك قال بأن هنالك يعني تونسيين أجانب في المدينة وأنهم يعانون من الإرهاب وأنهم كذا وكذا، ما قاله يعني أنت سمعت إليه وأنت على دراية بموضوع حلقتنا، إن كنت تعلم بأنه على موضوع الاشتباكات وتطورها في مدينة بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة، يعني أنت كيف ترى هذه الاشتباكات وهذا التصعيد العسكري الذي تزامن مع وجود الحكومة ووجود قوات خاصة فرنسية كوماندوز في بنغازي الآن؟ والله نقول له يا أخوي مصطفى، والله اتق الله، هذه نقول له، نقول له اتق الله سبحانه وتعالى، ويعني نقول لك حاجة، الشباب راهم هم اللي يعني الشباب الثوار هذوما اللي يقول عليهم دواعش هوني، يعني والله يعني أظن في النهاية بكل معاهم الله سبحانه وتعالى حينصرهم والله، ونقول له اتق الله سبحانه وتعالى، والله أنا قلبي تقطع، توع الثوار باعوهم، هاي بنغازي باعوهم، لكن عرفهم كل واحد مصالحه الشخصيه، نقول له يا اخويا مصطفى اتق الله اتق الله اتق الله، ونقول له قول الله رسول الله ومن كتاب الله، نقول له قالوا الناس جمع لهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وانقلبوا بنعمه الله ونصر، نقول له اتق الله يا اخويا مصطفى، وان شاء الله ان شاء الله الله ما يخيبش، نعم وانا معاه بقلبي ودعاء كلنا، نعم وهلي كم دعاء. طيب محمد، محمد اسمع فيك محمد، يعني كيف هي معنويات الاهالي في مدينه بنغازي؟ والله معنويات الاهالي والله منقسمه، هي الناس في ناس زعلانه على الثوار وفي ناس مع الثوار وفي ناس تدعي للثوار، وجايينهم فرنسيز وجايينهم من الزنتان وجايينهم من
زلام وجاي عليه من كل، لكن الله حينصرهم الله سبحانه وتعالى على حق. طيب لكن الله مش راح يتخلى علينا باذن الله. طيب طيب محمد ابقى معي، سانتقل واعود الى مصطفى. مصطفى انت سمعت لما قاله محمد؟ نعم. ماذا تقول في هذا؟ يعني هناك الحديث عن وجود كوماندوس فرنسي، الحديث عن وجود لواء 32 معزز. ما هو نحن قلنا لك، نحن انت تدوي عليه برنامج اعلى من المستوى بتاعنا. نحن كناس مواطنين في الاحياء الشعبيه وعلى محاور القتال في الليتي جنبي وفي بهديمة وقريبين من الصابري ومن عند انا بيني وبين خط سيدي حسين ما مد النظر. انا ندوي لك ولا والشباب قاعدين قدامي، نحن ما نعلموش على البرنامج السياسي اللي يحكوا فيها ضاي، ما عندناش عليه خلفيه لا كوماندوس فرنسي لا برنامج زنتان لا شيء. الشباب شباب بنغازي متاعين سيدي حسين مرابطين ومتاعين الليتي مرابطين ومتاعين بهديم مرابطين، وهذه حرب يا سيد يجب ان الناس يفهمها. ونقولها لك الناس يفهموا ان هذه حرب بين دواعش كانت تقتل في شباب بنغازي. طيب وكانت طيب مصطفى، يعني انتشرت صور يعني في مواقع التواصل الاجتماعي لوجود لواء 32 معزز. على كل حال يعني نحن نشكرك ونشكر كذلك محمد من مدينة بنغازي أيضا، شكرا لكما. أنتقل الآن معي ناصر من مدينة كفرة ويونس من مدينة مصراتة، وأبدأ مع ناصر من مدينة كفرة. مرحبا بك ناصر. مرحبتين يا أخوي. أهلا وسهلا بك ناصر. ناصر، كيف تنظر إلى تطور الاشتباكات في مدينتي بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة؟ أنا يا أخوي بنوه على حاجة واحدة بس، تو الشعب مش هو اللي طالع وملتحم بالشيء هذا مع حفتر أو غيره من حفتر. مش هو الشعب اللي يريد الشيء هذا؟ خلوه. أنا اللي نعرفها شيء واحد، أنت قبل شوية يا أخوي جاوبت أن في مجلة مش عارف أمريكية ولا مش عارف شنو قالت أن في تدخل من قوات فرنسية مع قادة الجيش حاجة زي هيك. لم أفهمك جيدا، ولكن ما فهمته من حديثك أنك تقول أترك الشعب مع حفتر، هكذا تقول أنت؟ لا مش أترك الشعب مع حفتر، حفتر هو ما جاش من راسه وقال هيا نحن توا نتدخل في ليبيا ولا هيك. نحن حفتر جاء الشعب وقال له هيا توا نحن اغتيالات وهذا. بالنسبة للقوات الفرنسية أو غيرها، حتى التوار يوم من الأيام جابوا الناتو وحررهم من القذافي، يعني شيء مش معقول تقول لي توا في قوات فرنسية. يعني أفهم من كلامك بأنك تشاطر وجود قوات فرنسية على الأرض. على كل حال في حرب 2011 حرب ثورة 17 فبراير كان هناك تدخل عسكري أجنبي بالطيران فقط. عندهم قوات من الناتو. اليوم وجود انزال بري، يعني وجود قوات فرنسيه. لا ويوما من الايام، وانا احد نكلم فيك انا احد التوار، ويوما من الايام كان حتى في قوات في الصفوف الاماميه مع التوار. طيب ابقى معي ناصر من مدينه كفرة، انتقل الى يونس من مدينه مصراتة. يونس اهلا بك. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يونس انت استمعت الى ما قاله ناصر من مدينه الكفرة، وسؤالنا الرئيسي يقول كيف تنظر الى الاشتباكات في مدينتي بنغازي وجدابيه في ظل الحديث عن حكومه جديده؟ يعني ما هو اجابتك لهذا السؤال؟ كيف تنظر انت؟ والله بارك الله فيك، ان شاء الله ربي يهدينا ويصلح لنا حالهم. قال نضرب على التبن تقسي على الشير، لا تخطط العيب واستقبالها المصريه شغله كبير وواضح الامر في حفله تعرف كان من 25 سنه في امريكا، شنا لله مربوا فيه هو، هذا مخطط رهيب وهذا لبس عليهم، وبالنسبه للي يقول لي جت فرنسيه ولا تونسيه هذا في حد ينكره، لكن المسلسلات المصريه عنده مدى اكثر من هيك، وهذا من هيك ذاهبين اللي بنضربوا فيه بسنته، هذا زلام دواعش لوحده واللواء المعزز واضح الامر، ولكن لله في خمس شهون، واللي يذكرون الماضي مكتوب عليهم ان يجربوه، فالانسان يطبع ايش بغيره. اي مسلسل سيسي وغيره هذا معروف الافلام هذه، لكن باذن الله اهل الحق لا يموتون الا الحق وربط الله. يونس نعم. لو تتحدث معي قليلا، يعني ليس بالسرعه هذه كي افهمك جيدا. نعم. فالامر قلت لك واضح، وهذا شغل استخباراتي بامتياز، وما الزيارات المتكرره لحفتر حتى الحكومه الجديده طيبوا فينا الحكومه الجديده بالوسائل المختلفه، واضح حتى التشرذم الواضح اللي في البرلمان، فالامر جلل وكبير، يعني الناس بتمسكوا بقضانا وبشرعنا، انسان واضح الامر بالنسبه للثوار، والخلط هذا ما بين الناس الواحده لكل حديث الحديث، فالامر انسان لابس على قوتنا، الاعلام لعب بهم الحقيقه،
وهذا ما يدوى على الصناعة هي أمريكية، ما في ذلك صناعة كلها غربية معروفة محاربة الإسلام. نعم نعم يونس، يونس من مدينة مصراتة، وصلت الفكرة يونس، شكرا لك أنت وناصر، شكرا لكما أنتما الاثنان. أنتقل الآن إلى صالح من مسلاتة وعلي من الرجبان. صلاح من مسلاتة وعلي من مدينة الرجبان، أبدأ مع علي من مدينة الرجبان. أهلا بك علي. علي إذا كنت تسمعني. علي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي أنت استمعت وتابعت الحلقة ما قاله يونس من الكفرة ويونس من مصراتة وناصر من مدينة الكفرة، وسؤالنا المحوري يقول كيف تنظر إلى الاشتباكات في مدينتي بنغازي وجدابية وتطورها في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة، وفي ظل الحديث أيضا عن وجود كوماندوس فرنسي في قاعدة بنين الجوية ببنغازي؟ أول شيء نحيي كل الشباب المشتركين طبعا، وكل واحد عنده رأي. حياك الله. بالنسبة لي رأيي الشخصي طبعا يا سيد، أول شيء خليني بغض النظر على بنغازي أو جدابية، أنا إحنا قبل فيما سبق كنا نتكلم على موضوع صبراطة. سامحني بس يا اخوي ممكن نطلع من موضوع بنغازي وجدابية بس. موضوع صبراتة يعني فاتك بالامس، يعني موضوعنا اليوم نحن نحاول لا نريد الخروج عن موضوع شوي. اعطيني فرصه يا سيد، اعطيني حريه. تفضل تفضل تفضل، اعطيني حريه راي بس في الخلطه. تفضل، ولكن اوجز لي اوجز في الموضوع. في صبراتة يا اخوي بس سامحني، الدواعش كنا نحاربوا فيهم في صبراتة في الوطية، سامحني بس كنا نحاربوا فيهم في الوطية وتقولون ما فيش داعي، سامحني. وطلع علينا السيد رئيس بلديه صبراتة قال ما فيش منكر الشيء هذا، وتوا في بعد لما طلعوا وضربتهم ضربوهم الامريكان قلتوا فيه دواعش، وطبعا طلع هو وبدا يتكلم يقول احنا ما عندناش دعم. ده يا سيد الدعم يا رئيس مجلس البلدي صبراتة، ليش طالع تستعرض في ثوره 17 فبراير بالاليات العسكريه كل هذه من تستعرض انت؟ طيب طيب طلعت علي علي علي، لقد تركت لك المساحه للحديث على موضوع الامس وهو مضى. الموضوع اريدك ان تتحدث في موضوع اليوم، اريد الحديث عن موضوع بنغازي وجدابية. انا اقول لك جدابية فيها دواعش وبنغازي فيها دواعش يا سيد. حفتر في بدايه الثوره طلعتوه قائد عام يا سيد، لو سمحني اعطيني فرصه بس يا سيد. تفضل اعطيني فرصه لو سمحت بالله. الله يبارك فيك. صحفته في بدايه الثوره طلعتوه قائد عام ودرتوا له بيانات وكل شيء، ليش ما دام انتم عارفينه هو هذا؟ طيب. هو قصدي صلاح، شكرا جزيلا لك. علي شكرا جزيلا لك من مدينة الرجبان، وصلت الفكرة. الآن أنتقل إلى صلاح من مدينة مسلاتة، أهلا بك صلاح. صلاح إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بصلاح من مدينة مسلاتة. على كل حال نشكر الجميع على المشاركة ونشكرهم على الآراء، لكل رأيه وحريته الشخصية. مشاهدينا الآن ننتقل وإياكم إلى فاصل قصير، ومن بعده نواصل الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام من جديد في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، الاشتباكات في مدينتي بنغازي وجدابية. ونستأنف استقبال الاتصالات مع إسماعيل من مدينة طرابلس وعلي من الأبيار شرق البلاد. أهلا بك علي، أبدأ بعلي. مرحبا بك علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي، باعتبارك يعني قريب من مدينة بنغازي، كيف تنظر إلى تطور الاشتباكات في بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة، وفي ظل الحديث أيضا عن وجود كوماندوس فرنسي في قاعدة بنين الجوية؟ لا، بالنسبة لمدينة جدابية عندي أصدقائي غادي واتصلت بهم أمس. المهم يعني الأهالي كلهم فرحانين. والبنغازي الكوماندز الفرنسي علي زرت الصديق اللي كوا من بنغازي، نحن ناس بسطاء الحاجات هذين ما عندوش بين علم، والله اعلم يعني في كوماندز الله اعلم. يوم من الايام نحن انا واحد من الناس كنت مصور التداخل الاجنبي، رينا قطريين مع عبد الحكيم بالحاج خشوا العزازيه ويديني حتى النشر في التلفزيون. هذه واحدة. الحاجة الثانية، لو أن خليفة حفتر جاء هو شخصيا وجبرنا، نحن ما جبرناش، نحن ناس بوادي، ويعني أنتم عندكم خلفية عن ناس بوادي،
ما فيش حد يجبرنا احنا. جاء وشاف وضع بنغازي اغتيالات وصلت للقاده العسكريين الضباط الشيوخ الشباب اللي متحمسين وصلت به الاغتيالات داخل الجوامع. نبي نعرف حاجه واحده بس، وسام بن حميد بوكا الله يرحمه بين يدين مولاه توا هو عند ربك، نحن في دار الباطن. علي الصلابي عائله الصلابي هذوما اللي خشين السياسه هذوما هي علي تحاتي ما تحاتي، ليش ما وقفوش الاغتيالات هذينا بس؟ لو انهم وقفوا الاغتيالات هذينا ترى ما جاش الكلام هذا كله، لكن هم يعني الاغتيالات قدامهم ويتفرج. طيب علي علي ابقى معي ابقى معي قليلا، سانتقل الى اسماعيل من طرابلس واعود اليك. اسماعيل مرحبا بك. اسماعيل اذا كنت تسمعني. اسماعيل يبدو أننا فقدنا الاتصال بإسماعيل. نأخذ محمد من مدينة طرابلس وأيضا محمد من مدينة الجفرة. مرحبا بك محمد من مدينة طرابلس. أبدأ بمحمد من مدينة طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد استمعت لما قاله علي من مدينة الأبيار وعرفت موضوع حلقتنا لهذا اليوم، كيف تنظر إلى الاشتباكات في مدينتي بنغازي وجدابيا في ظل الحديث عن حكومة توافق وفي ظل وجود كوماندوس فرنسي وأيضا قوات لواء 32 معزز؟ جدران طلع عنطو حفتر. ألو. نعم. قلت لك جدران طلع عنطو حفتر جاي يضرب جدابيا ويوصل كلنا أنت جدابيا ضده. جاي يضرب في الزاوية دار عند راح ان ان فيها دواش. جماعة بنغازي الثوار طلعوا من طوعة حفتة قالوا لي تعال يا ثوار انضموا بشي حفتة. يقول احنا لا حفتة لا واحد، احنا توا ديمقراطية لا نبغوا حفتة لا غير حفتة. حفتة هذا يبي يخش مواطن عادي اوكي، اما باش انه هو يجي يحكم زي احنا قتلنا طاغية افتكينا منه وهذا احد من نفس الطاغية. شو الفرق بين حفتر ومعمر؟ نعم. حتى المناطق الجبلية زي الزنتان زي واحد ولا كان يجيبوا معمر طيب يبنى الناس لما يقولها معه. خلونا يا يبوا يحكموا يا يبوا يحكموا في البلاد يشدوا البلاد ويديروا تفكونا من شو خلينا نتكلم بالواقع. جدران طلع عن طول حفتر جاي يضرب في جدار في الزاوية وقال لها فيها زواج. الثوار طلعوا عن عن طول حفتر دار برنامج انها زواج. تفكونا قلنا من شو يا راجل. طيب طيب حركت الثوار. نعم. يا زنتان يا رزبان عندكم ثوار ماتوا وضحوا من اجلكم. نعم. الحفتر يا راجل فكوكم من الدول الفاضيه يا راجل. فكوكم من الدول يا راجل. اتقوا الله يا راجل اتقوا الله. دمرت البلاد كلكم. دمرت البلاد يا جيت تحكموا يا تبوا تشدوا. طيب 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 محمد محمد انت تحدثت عن مناطق بها ثوار وبانها ثارت وما الى ذلك، يعني هنالك حديث يعني عن انتقال قوات من قاعدة الوطية إلى بنغازي ذلك لمساندة القوات الموجودة هناك ضد مجلس شورى ثوار المدينة. خير والله العظيم حفتر برا أي ثوار تجي منطقة ثانية غدوة مع الضد البيضة طلعت شوية صح فيها ضرب. أي منطقة تطلع من طاعة يدير فيها دواش يدير فيها تجو. تقول فكوكم من جواب حين واحد من الثوار في 95% ممكن شوية 20 نفر 30 نفر كانوا من أنصار الشريعة. نعم. طيب شكرا. مع بعض يعجلها ان الثوار طلع من طوعه والله العظيم حقيقه علي اليمين الحقيقه. طيب شكرا 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 جزيلا لك محمد من مدينه طرابلس وكذلك علي من منطقه الابيار. انتقل الان معي محمد من مدينه الجفره. مرحبا بك محمد. اهلا وسهلا. محمد محمد اذا كنت تسمعني. يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمد. أنتقل إلى أم البراء من بنغازي ومحمد من طرابلس أيضا أحمد من طرابلس أيضا وأم البراء من بنغازي. نبدأ بأم البراء. مرحبا بك أم البراء. أم البراء إذا كنت في الاستماع. أم البراء إذا كنت في الاستماع. إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بأم البراء من بنغازي. أنتقل إلى أحمد من طرابلس. مرحبا بك أحمد. أحمد أيضا يبدو أننا فقدنا الاتصال بأحمد أيضا. أن نأخذ عبد الباسط من مدينة يفرن. كيف حالك عبد الباسط؟ أهلا بك.
وسهلا بك يا اخوي. مرحبا بك عبد الباسط. عبد الباسط من مدينة يفرن، كيف تنظر إلى الاشتباكات وتطورها في مدينة بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة؟ أولا في ظل وجود حكومة، طبعا الحكومة ما لهاش علاقة بالاشتباكات. ثانيا الاشتباكات لها عامين، طبعا حرب ضد الخوارج لها عامين. أنت كيف ترى تطورها خاصة في هذه الأيام؟ الخوارج. أما بخصوص وجود كوماندون فرنسي، طبعا الفرنسيين جو اشتركوا في ثورة 17 فبراير، معناها جو ما الحق. بيجوا توا بيجوا ما الحق، معناها انتهى في الموضوع إن شاء الله، واضحة الأمور. إذا فأنت عبد الباسط تشاطر وجود قوات فرنسية على الأرض؟ لا أشاطر، لكن بما أنكم أنتم قلتوا وجود في ظل حديث، يعني ما فيش حاجه اكيده. لو كان في حاجه اكيده المفروض في دليل. هذا ما نقلته صحيفه لافينتون بوست الامريكيه. ها؟ هذا ما نقلته صحيفه الواشنطن بوست الامريكيه، نقلت بان وجود قوات فرنسيه، كوماندوز فرنسي في بنغازي لدعم القوات المتواجده هناك ضد مجلس شورى ثوار بنغازي. يعني هذا الحديث يدور الان، انت تشاطر وجود هذه القوات على الارض ام لا؟ أنا لا أشاطر وجودها طبعا، لكن إن وجدت فنقول إنها وجدت في 17 فبراير. لماذا لا تريدونها أن تكون موجودة الآن؟ ألم تكن مع الحق في 17 فبراير؟ لماذا الآن ترون أنها جاءت مع الباطل؟ طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الرسمي للإخوان، والإخوان المسلمين. طيب شكرا 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 جزيلا لك عبد الباسط، وصلت الفكرة عبد الباسط. إذا أنت ترى بأنه لا ضير في وجود القوات الفرنسية دامت موجودة هي الآن. أنتقل الآن إلى محمود من مدينة غريان وعبد الله من مدينة طرابلس. أبدأ بمحمود، مرحبا بك محمود. محمود أهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمود كيف ترى التطور في الاشتباكات في مدينة بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن حكومة جديدة وفي ظل وجود قوات فرنسية على الأرض، وأيضا ما تعليقك على ما قاله المتصلين قبلك؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمود من مدينة غريان. أنتقل إلى عبد الله من طرابلس. أهلا بك عبد الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله كيف تنظر إلى تطور الاشتباكات في مدينتي بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة وفي ظل الحديث أيضا عن وجود كوماندوز فرنسي في بنغازي؟ والله موضوع الكوماندوز هذا ما مش عارف يعني ثابت ولا لا، لكن اللي قبل موضوع حفتر والاشتباكات اللي صايرة في بنغازي وأخوتنا في جدابية، حفتر هذا مسكين فشل ذريع في المده الماضيه كلها، والان للاسف الشديد يعني السبب احتفالات 17 فبراير غضضهم وارادوا ان يثبتوا اي شيء ويتحركوا باي شيء، فكانت الضحيه جدابيه وبنغازي للاسف الشديد. لذلك يعني نطلب من اخواننا واصحاب القرار واللي عندهم الامكانيات ان يساعدوا المدينه المنكوبه بنغازي اولا، وان يتداركوا المدينه المنكوبه لاحقا جدابيه للاسف الشديد، لأن الرجل هذا أثبت أن رجل تدميري مخرب مفسد وما أتى بخير على البلد هذه. طيب عبد الله وصلت الفكره، شكرا جزيلا لك عبد الله، واشكر ايضا محمود الذي فقدنا الاتصال به ايضا. انتقل الان الى اسماعيل من طرابلس وادريس من مدينه بنغازي. ابدا مع اسماعيل من طرابلس، مرحبا بك اسماعيل. اسماعيل اذا كنت تسمعني. اسماعيل أنتقل إلى إدريس، يبدو أننا فقدنا الاتصال بإسماعيل أيضا. أنتقل إلى إدريس من مدينة بنغازي. أهلا بك يا إدريس. أهلا بك، مرحبتين بك ومرحبا بكل المستمعين اللي في شرق البلاد. طيب إدريس أهلا وسهلا بك، كيف تنظر إلى تطور الاشتباكات في بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة وكذلك في ظل الحديث عن وجود كوماندوز فرنسي في مدينة بنغازي هذه الأيام؟ اولا انا بصحح لك معلومه بس مبلدي ويتناولوا في هذا الخبر ان وجود كوماندوز فرنسي. انا نسكن في منطقه في حي الزاويه، يعني قريب مني الليثي وقريبه مني الجبهه في سواء في ارض مملوم ولا على الطريق السريعه وبعض المحاور بنغازي. اولا المعلومه هذه بنصححها لك كذبه، ما فيش لا فرنسي لا شيء، انا بناكد لك المعلومه هذه. طيب نحن ادريس 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 خلينا خذ الكلام، نعم نسمع منك وتسمع مني يا سيدي فاضل. اوكي بصحح المعلومه، بس قناتكم تقول في وجود
رمسيس وكذا، الكلام هذا طيب. راهو كذب طيب. عن الصحة، هم شباب بنغازي، هم ليبيين، هم من أود أن أسألك سؤال إدريس. نعم. أود أن أسألك سؤال، أنت تنفي تماما وجود قوات فرنسية، ما جاءت به صحيفة هافينتون بوست بأنها توجد الآن متواجدة الآن أو موجودة إذا صح القول في قاعدة بنين الجوية، هل دخلت أنت إلى قاعدة بنين الجوية ولم تجد هذه القوات؟ وشهادة من دينه يعلم الله سبحانه وتعالى دخلت قاعدة بنين المدة اللي فاتت ولم الحديث اليوم فيها. الحديث اليوم ووجود القوات هو عن اليوم، هل دخلت اليوم هذه القاعدة؟ ما تقولش اليوم، انا اليوم دخلتهاش، انا دخلتها من فتره 3 اسابيع هكي، والله ما فيش الكلام هذا. ليبيين طيب. يا قاعدين ليبيين يقاتلوا، نحن ما عرفش بالظاهر حاجه. طيب ادريس شكرا جزيلا لك. ادريس انت تنفي تماما وجود هذه القوات وتقول بانك دخلت قاعده بنين الجويه ولم تجد اي قوات فرنسيه، شكرا جزيلا لك. نعتبرك شاهد عيان. ربما انتقل الى خميس من البريغا. مرحبا بك خميس. خميس خميس إذا كنت تسمعني. يبدو أننا فقدنا الحديث أو الاتصال مع السيد خميس أيضا من مدينة البريغا. مشاهدينا أنتقل معكم الآن لأقرأ عليكم جملة من التعليقات الموجودة على موضوع الحلقة اليوم في صفحة برنامج رأي عام على الفيسبوك. ومحمد بن أحمد يقول: لماذا بدأت هذه الهجمات في هذا الوقت بالذات؟ ولماذا بدأت هذه الهجمات بعد وصول الدقيق الإماراتي؟ ولا نعلم ماذا يقصد بالدقيق. لماذا بدأت هذه الهجمات بعد اجتماع مجلس النواب لمنح حكومة السراج الثقة؟ ولماذا بدأت هذه الهجمات بعد أن أثنى السراج على مرشح البرغتي بعد انتفاضة أكتوبر؟ بين قوسين يكتب نكبة بنغازي. ومحمد الأنصاري على صفحتنا يقول: تأتي هذه الهجمة الشرسة لتدمير ما تبقى من مدينة بنغازي بعد وصف السراج لعملية الكرامة بالانتفاضة، وتعتبر هذه الهجمة استباقية للسيطرة على بنغازي والمنطقة الغربية قبل إعلان الحكومة، وهذا كله لكي يتم استقبال الحكومة الجديدة في بنغازي بالتزامن مع القبضة العسكرية لحفتر وإيهام العالم بأن العاصمة طرابلس غير آمنة. نعم مشاهدينا، بهذا أنتقل وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وموضوع حلقتنا اليوم هو الاشتباكات في بنغازي وجدابية، والسؤال المحوري هو كيف ترى تطور هذه الاشتباكات في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة. أستقبل الاتصالات. معي إلهام من طرابلس وعبد العاطي من مدينة غريان. أبدأ مع إلهام. مرحبا بك إلهام. أهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلهام، كيف تنظرين إلى الاشتباكات في مدينة بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة؟ أولا الحكومة الجديدة هي ما هيش موضوع ما نحبش نتكلم عليها نهائي، لأنني أصلا ما نعترفش بها. ثاني حاجة، إن الوقت احنا توا ما عادش نحلل الوضع اللي صاير في بنغازي وجدابية. احنا توا المفروض إنه يتحرك المؤتمر والحكومة لمساعدة أحرار بنغازي. قصدي اللي صاير هذا عار، في دول حاطة عينها على ثروات ليبيا، في دول عندها أجندات بيطبقها هنا ويلقوا أسهل طريق لهم اللي هم الأزلام. احنا قاعدين نحاربوا في نفس العدو، يعني حفتر المنطقة اللي سيطر عليها ما فيهاش ولا تفجير. طيب إلهام ابقي معي، سأنتقل إلى عبد العاطي ومن ثم أعود إليك. عبد العاطي من مدينة غريان، مرحبا بك. طبعا السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استمعت إلى ما قالته إلهام؟ طبعا نسمع فيها. ماذا تعلق عن قول إلهام وعلى موضوع الحلقة؟ والله بالنسبة لقول السيدة إلهام ما عندي ما نقول فيه، لأنه يعني كلام لو ما قلتش حنقول هني. لكن أنا بنعرج على نقطة في قصة حرب بنغازي وجدابية، خاصة أنا تو نسمع في البرنامج ذكي إخوتي في الشرقة عامة، مش لا 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 لا, لا الشورى ولا غيره. بالله عليكم يا إخوتي في الله، نبوا اثبات واحد ان التفجيرات ولا والاغتيالات اللي في بنغازي كانت مدى شورى بنغازي، فاحنا نكونوا اول واحد حان حارب معاكم غادي. نبوا دليل واحد، شيء طيب. واحد يتمثلكم
ان اللي قاموا بالاغتيالات. عبد العاطي من مدينه غريان، شكرا لك عبد العاطي، وصلت فكرتك عبد العاطي، شكرا جزيلا لك. اذا فانت تتفق مع الهام، اعود الى الهام، الهام يتفق معك عبد الله اذا كنت تسمعيني، عبد العاطي من غريان يتفق مع ماذا تقولين، ماذا تكملين حديثك يعني؟ انا اللي نبي نقوله بان ما صارش ولا تفجير في مناطق اللي هي تابعه لحفتر، مثلا نقولوا ان الدواعش يدخل علينا من تونس، في جيش القبائل، جيش القبائل هو على اساس انه هو جيش نظامي التابع للمؤسسه الوطنيه للجيش حسب ما هما يصرحوا يعني، علاش ما يصيرش انفجار لهم؟ علاش مش في الزنتان؟ علاش طول يطلع لمناطق قرب اللي فيها الثوار واللي هي قرب المدن الطايره؟ قبل هذه حاجات واضحه، احنا عدونا واحد، نفس العدو كل مره يغير في الاسم، نعم يخش لنا بطريقه وبس. نعم الهام، شكرا جزيلا لك الهام، اشكرك انت وعبد العاطي، اشكركما انتما الاثنان. انتقل الى صلاح من مسلاته وعبد الغني من مدينه طرابلس، وابدا مع صلاح. مرحبا بك صلاح. السلام عليكم. اهلا بك، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صلاح، كيف تعلق على موضوع تطور الاشتباكات في بنغازي وفي جدابية في ظل الحديث عن وجود حكومه جديده وفي ظل الحديث عن وجود قوات كوماندوس فرنسيه؟ اعتقد ان ما يحدث اليوم في ساحه في مدينه بنغازي وجدابية أن القوى المحركة للمدعو خليفة حفتر وقواته قد أعطت الأوامر لإنهاء معركة بنغازي، وأعتقد أن التكتيك السياسي والعسكري في ليبيا بدأ التغير منذ أمس أو أول أمس، والمشاركون في هذا التغير التكتيكي السياسي العسكري هم القوات الموجودة على الأرض في بنغازي، قوات حفتر لاتفاقهم مع المتفقين في اتفاق الصخيرات. عندما زار السيد كوبلر في حفتر في مدينة المرج، والموقعون على اتفاق الصخيرات يعرفون جيدا ان حفتر جزء كبير من المسجد، واعتقد ان القربان الذي سيقدم في الساحه الان هو مجلس شورى ثوار بنغازي، سوف تنزع يد المساعده منه وسيقدم قربان، كل هؤلاء الجنود وكل هؤلاء الثوار سوف يقدمون قربان لانهاء المعركه، واعتقد ان حفتر قد اعطيت له الاوامر لانهاء المعركه في بنغازي بالرغم انه لديه القوه ولديه الدعم ولديه الذخيره. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك صلاح من مدينه مسلاته، وصلت فكرتك ووصل رايك ووصل صوتك، شكرا جزيلا لك. انتقل الى عبد الغني من مدينه طرابلس، اهلا بك عبد الغني. مرحبا، الله يسلمك. اهلا وسهلا بك عبد الغني، كيف تعلق على او كيف تنظر تطور الاشتباكات في مدينتي بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن وجود حكومه جديده؟ والله الحقيقه المشهد اللي امامي الان هو عباره عن مجتمع دولي يريد فرض اجنده معينه لكسب مصالح ليه. فالحكومه المقترحه هذه طبعا نحن نعلم جميعا انها خرجت بدون وفاق وطني ليبي ليبي، لا شارك فيها البرلمان ولا شارك فيها المؤتمر، وللأسف أننا يعني في ورطة، وإن شاء الله ربي يحفظ ليبيا. طيب. من عبد الغني هنالك من ينظر إلى أن الحكومة المقترحة من البعثة الأممية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية، أنت كيف ترى ذلك؟ والله لا أرى ذلك. السعي الحوار الليبي قائم ولجنة 21 تشكلت، ليه المجتمع الدولي ما يسمحش للليبيين باقتراح؟ نعم نعم عبد الغني، شكرا 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 جزيلا لك، وصلت فكرتك ووصل صوتك عبد الغني. إذا فأنت ترى بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو الحوار الليبي وليس الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك أنت وصلاح من مدينة مسلاتة. أنتقل الآن معي أحمد من مصراتة ومحمد من مدينة بنغازي، أبدأ بمحمد من مدينة بنغازي، أهلا وسهلا بك محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، كيف تنظر إلى تطور الاشتباكات في مدينة بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن حكومة جديدة وفي ظل الحديث عن وجود كوماندوس فرنسي على الأرض؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. شكرا لقناة النابة على هذه الاستضافة، ونسأل الله العظيم أن يتقبل منكم إن شاء الله وميزان حسناتكم. بالنسبه للتطورات اللي حدثا اليوم وامس واول امس في بنغازي، يعني ما هي طبعا كامور عسكريه تطورات يعني جديده ليست كالسابقه، باعتبار ان المهزوم الخرف المتقاعد الذي تربى على ايدي القذافي الذي اباد الشباب الليبي في تشاد ما يقارب عن 8000 شاب، قد زودوه باسلحه نوعيه حرارية ومدرعات وما أشبه ذلك،
طبعا الجسر الإماراتي المصري برعايه امريكا واوروبا. طبعا حفتر هو باش يعني واحد يعني معليش تعطيني لحظه كي المشهد كي في في عجاله. حفتر ورقه لتحقيق مآرب واجندات امريكيه واوروبيه للسيطره على الثروات في البلاد. يعني فزاعة القتل وداعش وارهابيين ومجرمين واتوا بناس من الخارج. انا محمد البرغتي من بنغازي احد ثوار مدينه بنغازي ممن كان في سجن بوسديم ممن مولود بنغازي واهل بنغازي يعرفونه فما فيش حد براني هذوم ابناء بنغازي هم طيب قاموا بالثوره محمد تصدى للرتل يوم 14/3 بصدور عاريه طيب محمد صحاتي وسام بن حميد ومحمد محمد الغرابي. اذا كنت تسمعني محمد انت من مدينه بنغازي ومن سكان هذه المدينه هل لك ان تروي لنا تفاصيل ما يحدث الان في بنغازي؟ ما يحدث الآن باختصار طبعا باعتبار أنه تزود بأسلحة وحصل أعداد فنزل على المحور الغربي اللي هو نسمو فيه محور المريسة اللي هو من جهة غرب بنغازي أنت متجة شهور جدابية فتقدم بقوات كبيرة يعني مدججة بالمدرعات والأسلحة علي مجموعة من الشباب يعني يكاد أقول أنهم عزل يعني لا يتجاوزوا 13 شابا مع 7 سيارات فاجأوهم وباغتوهم بأسلحة نوعية لكن ولله الحمد طبعا الحرب كر وفر الحمد لله دخلوا المريسة القديمة وبعدين الأخوة رتبوا صفوفهم واستجمعوا قواهم والحمد لله تم دحرهم وردوهم خائبين وخاسرين. طيب يعني هناك من يتحدث عن وجود اللواء 32 معزز في بنغازي، هل هذا صحيح؟ نعم انا اختي الكريمه من داخل بنغازي والله العظيم هذه الوجوه ليست وجوه المنطقه الشرقيه وليست وجوه ما يعرف بالصحوات، الصحوات مجرد ما تحدث الاشتباكات والله دائما يولوا فارين وخايفين وفي من يرمي السلاح وفي من يكرس وفي من يسلم في روحه. وصلت الفكرة ووصل صوتك سيد محمد. محمد شكرا جزيلا لك. أنتقل الآن إلى أحمد من مدينة مصراتة. مرحبا بك أحمد. مرحبا بك أخي. أهلا وسهلا بك أحمد. كيف تنظر إلى تطور الاشتباكات في مدينتي بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة؟ أولا نشد على أيدي إخواننا المجاهدين هناك في مدينة بنغازي الصامدة ومدينة جدابية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامهم. هؤلاء القلة الصابرة حقيقة، هؤلاء القلة المجاهدة حقيقة، هؤلاء هم الثوار الذين عرفناهم منذ اليوم الأول والذين تصدوا للرتل يوم 14/3 يعاود الرتل مجددا الهجوم على مدينة بنغازي ويعاود بنفس الطريقة بنفس العناصر الطائرات والمدد لم يتوقف عن حفتر للأسف من المنطقة الغربية للأسف يصل لطائرات تتواصل دائما طيب. يجلب عليهم بخيله ورجله لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره. أنا أحب أن أرسلها مدوية أن هؤلاء القلة بإذن الله ستصبر وستصمد. أهلنا في بنغازي وفي مدينة بنغازي يعرفون أبناءهم، أهلنا في جدابية يعرفون أبناءهم، أما هؤلاء الدخلاء عليهم الذين جاءوا من كل قصر يريدون أن ينجزوا أحمد ومكسبا لهذا الطاغية الجديد الذي أو هذا العجل الجديد الذي جعلوه إلها يعبد في الأرض. لو لاحظت يا أخي جميع الصور والفيديوهات التي البارحة محمد نأسف لضيق الوقت أشكرك أحمد أشكرك أنت ومحمد من بنغازي أحمد من مصراتة ومحمد من بنغازي شكرا لكم أنتما الاثنان. مشاهدينا أنتقل وإياكم الآن لنقرأ عليكم تعليقات الفيسبوك. ويحيى الأمين يقول وش ندخل هذا في هذا الحكومة شأن خارجي في داخلي واللي صاير في بنغازي شأن داخلي في خارجي مقصودة. والقصير الأنيق يقول بنغازي الله أكبر تحت سيطرة حفتر و32 معزز وتوى في خط النار. وخالد خليل يقول بالنسبة للرأي الشخصي للحكومة لا يهمها الأمر إطلاقا. نعم أهلا بكم من جديد. أعود ليستقبل الاتصالات. أهلا بك. ومعنا شعبان من رجدالين. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك شعبان. أيوه شعبان، كيف تنظر إلى تطور الاشتباكات في مدينتي بنغازي وجدابية في ظل الحديث عن وجود حكومة جديدة؟
والله يا استاذ الحكومه هذه ما عرفناش متى تولد الحكومه هذه. الحكومه هذه نصها اخوان ولا اكثر من نصها، ونصها من دواعش يعني منتخبينهم يعني يعني خسروا في الانتخابات ويبي يدخل بقوه يعني، ولكن يعني الشعب الليبي عرف حقيقه المؤامره اللي تحكت به منذ 17 سنين، ولكن باذن الله انتصارات اليوم قوات الشعب المسلح في بنغازي وقبلها في جدابيا باذن الله باذن الله ليبيا ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه ان شاء الله ليبيا الى الامام بفضل جهود الجيش الليبي. اذا شكرا جزيلا لك شعبان، وصلت الفكره ووصل رايك شعبان، هذا رأيك ونحترم كل الآراء. أهلا بكم جميعا مشاهدينا، في هذا أكون قد وصلت وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمشاركة في برنامج رأي عام باستطاعتكم التواصل عبر الوسائط الآتية: facebook.com/رأي عام، تويتر opinion show، سكايب a.opinion، أو على الإيميل opinion@annaba.tv. كما يمكنكم المشاركة هاتفيا عبر الأرقام التالية: 021-362-0302، 021-362-0303، 021-362-0304، 021-362-0305.